شباب طبعا الحين رايحين متحف يعتبر من اهم متاحف البانيا. بوريكم اياه. يقول هذا من افضل المتاحف الموجوده في البانيا. وين المتحف؟ عبد الله ليتل بيت ووكينج وات ذس مفتوح المتحف ليليتار ارمي ها ارمي يس لايك فروم اوتسايد هير فور كيدز يا بس ذس وان هير از لايك فور سيفتي لايك دور توقع ملجا هذا ذا فيرست دور ذس وان هي ما اشوف طاق بابوك شبتنا هذا يعني باب ها باب كله بيجيست اند از فيري فيري سترونج يس سترونج اتوقع باب ثاني هذول يمكن متاحف مالتهم او شيء والله ما ادري بس وين متاحف اقصد ال ويل كومر فروم اوتسايد نيد تو كام هير تو ستي هير اند تو ميك واشن اوكي اللي من برا لازم يتنظف يتسبح يشوف شو مصدي دخلنا زواري ديار ملجا انا ملجا طبعا هذه دفاية يا جماعة ها تخيلوا دفاية This is for hot Yes, I know. You have them. They're making them for hot. And upstairs is conditioned natural. Condition طبيعي, natural. يعني هواء طبيعي. Yeah. Yeah. Here is like the home of rice in Verhoja. هذا قبلها يا سلام رئيس ستي هير ها يقول لك رئيس يقعد هني الرئيس اخبار يسمع هني راديو ان راديو ان فويس از رئيس لا هني هذه غرفه الرئيس يقول لك اللي نام فيها هير وات حمام الرئيس بس باثروم فور رئيس ها؟ يس كله مكان طبعا تهوية طبيعية مثل ما احنا قلنا هناك وهذه شوف قبل شو كانوا يعني وهذا طبعا الدفاية شوف الحمام اكبر من الغرفة هذا ما يقول غرفة ماستر ما كان نروح مكان ثاني هنا طبعا يعقد صفقاته واتفاقياته تليفون الخاص هذه بعض المعلومات الموجودة طبعا ما افهمهم بالالباني مكتوبة اوريكم الصور هذا ملك البانيا اسكندر بيك اسكندر بيك اسكندر يا جماعة يقول لك هو ذيس جاي ذيس جنتلمان هو ذيس جاي مينيستر اوف بوليس بوليس وزير الداخلية الله هيبة هذا منستر الوفليس 1912 من حريم المجاهدات هنا What this? Here explain for arm guitar, yes. استحتهم لا تخرب شوف عندك مالهم اوكي عبد الله يس هي از المانيا اند وير از سمول بلاك لاب ذا هاف ا زون اوف ميليتار هير ايفري وير ان ذا ماب ان ذا ساوث اور ان ذا ميدل اور نورث اور ماب مو ان البانيا Ah.
أنا أحب في المتاحف أكون فاتح الكاميرا على طول لأني خلص الدقيقة عشان تشوفون التفاصيل كامل كل المعلومات. شنو بعد هذا؟ بعض المعلومات اللي وصلتني منه ان ايطاليا ساعدتهم في ترميم بلدهم البانيا بالذات السنتر. صح عبد الله؟ صح صح. بعدين سووا حرب مع منو؟ مع البانيا. فكانت ايطاليا هي اللي تساعد البانيا. البانيا ضد منو؟ ضد اليونانيين. بعض المعلومات اللي قاعد القط منها عاد انا بالانجليزي الله بالخير. الألماني زمن هتلر مالت النازية مالتهم هذه ملابس مالتهم القديمة. أمريكان أوروبيان. فور بلين. يوريكم يعني يقولكم هذا حطام الطائرة الحقيقي بدي مال الطيارة تشوفونه.
in the south Albania. صدق يعني مو. They cover down in the north. Yes. In south Albania, in Bilsh, one city named Bilsh, there they make accident American land and cover down. كله شوف هذا البديل. كله بديل طيارة. أحب كذي يحطون شغلات حقيقية يعني عرفتم؟ هذا أعتقد كتب جديدة ما هذه طبعاً مثل ما قبل شوي دخلنا غرفة رئيس كانت فخمة هذه يعني في ذاك الوقت شوفوا نفس الشيء تلفزيون قديم هذا ما شو صاير شوفون دقمة شغال هذه القاعدة مالته مايا وشغله الغرفة طبعاً هني نفس هذيك قبل شوي صورنا هذي نام فيها الحمام قلنا هناك هذا طبعاً مثل ما أنا قلت لكم هذه غرفة السكرتير يكون العسكري اللي يكون هني موجود أو العسكرية هذا التليفون وهذاك هذيك اللي تطبع فيها when war this telephone لاسلكي ها أنا سلام الله لما يصير في حرب عرفت شلون؟ يحطون هذه الحواجز عشان ما يمنعون مثلا الناس اللي تطفل او تدخل او تعبر زيرو شانس ها؟ يقول لك زيرو شانس انك انت تطلع هني ليش؟ كله مكهرب يعني تصير قطو تنشوي لو بس عدي كله كهرباء شوف الثلج طبعا الريح الله لا يوريكم هني. The city here and they have everything here. They have a telephone for officer. Officer. Yes. Officer. غرفة ضابط. Yeah. Of communism time. هذه جماعة غرفة ضابط. غرابة. طبعا المساعة صوران من بقولك رئيس يعني كبار الضباط يعني القائد This area here they making test for chemical chemical gas yes. gas ها for gas yes كيماوي يا جماعة أخذ full safety البدي الكيماوي والله قديم يعني حتى من قبل كانت مصيبة الكيماوي موجودة تشوفون والله هذه كلها أسلحة دمار شامل هذا وزوات أباوت فور حتى الحصان حطي لك مال كيماوي سيم هورس يو بوت ذس ون فور سيفتي والله مهتمين بالحصان مسوي مال كيماوي احنا في بعض الناس والله البشر ما يحطون لهم شو اسمه لا حول ولا قوة الا بالله شوف كيماوي هذا مصيبة مصيبة يلا طبعا بوريكم هذا بالشكل اللي تشوفونه قدامكم هذه عقوبة يعني هذا سجين يسجنونه بسجن بهذا الحجم يحطونه اكل هني ويخلونه بهذا الشكل تخيلوا طبعا هني قال لي بعض المعلومات يقول سنة من السنين ألبانيا مرت عليها حالة ما يقدرون يعترفون لا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا بأي ديانة يعني مجبورين ان تكون يعني مدينه ما لها اي عادات وتقاليد واي شيء واذا شخص مثلا اعترف انه مسلم او صلى او صام ينحط بهذا الشكل ينحبس مدى الحال this forever ها forever till you die this is like the one hatib tell you why you speak like that why you believe in Allah and to make yes. all people and all medina coming طبعا هذا المكان سألت عنه هذه استراحة مسوينها حق
الضيوف عادي يعني بشيء جديد ما هو قديم، مثل ما انت شايفين استراحة عادية، بس ما اعطيكم الثيمة مالتهم مالت الملجأ هذا. And they're making like a, making like a, the sport. They have a medallion. تكريم ومسارح ولم يضحكون وكذا ويسوون جو هني، وحتى حق التعليم هذا المسرح مالهم كان خشبة المسرح. شوف شفتوا الترتيب والتنسيق قبل. This original seat. هذا some people forget. هذا some people forget glasses. تك. اوكي حطها هنا. الله يبكي يرجع لها بعد شوي. خدس. No, wait, not making video, and I open. No problem, no problem. Fine, fine. Anywhere, here. Anywhere. It's Arabic. Yeah. I love you. I love you. Okay. Especially, huh? Yeah. Yes, my name. اولي بيكتشر هيدا اولي بيكتشر. طبعا يا جماعه المتحف ترى كبير، مو نسمع نسولف لكم بعض الامور، ترى ما قاعد اصورها وايد كبير وايد، يقول لي بيك ساعه ونص يلا تخلصه، يعني هذا بعض الامور ما قاعد اصورها بصراحه، عجزت قاعد ادخل مكان لمكان فراسي. العاب اللي هذا تشوفونهم شوف العابهم شقه بسيطه، الحين عيالها تشتري للعيبات وتشتري لمدري شنو، تشتري له قاري، تشتري له مدري كل الدنيا تشتريها، وكل شوي هذا ما يعجبه من قبل. والله يستانسون، هذا اللعبة تم عنده سنة يحفر فيها حفر ولا تخترب ولا بساطة غير. شوف سلوم شوف نباط عندهم، شوف نباطتهم شو شكلها قبل ذس فور. ما قال لي، قال لي مصير عمر الشاب 14 سنة ضروري وات هير ميك وورك ها؟ شوف يشغلون بالشوارع تشوفون؟ مهما يكون مركزك ومنصبك ومن ما يكون أبوك تشتغل الشغلة هذه، يربونهم على الصح. صعدت المسرح بصور كان أخلي نظارة تحت. يعني هاي نظارتك طلعت؟ أي نظارتي. أنتوا ما تستحون أنتوا؟ والله عبيد. حضرت عشان بصور المسرح. وأنا على نيتي على باري نظارة واحد أجنبي وأقول حق هذا عبد الله المرافق اللي ويانا، أقول له حرام هذا نو نو نو، أقول خلها مكانها يرجع لها الطير ماله، وطلع هذا آخر شيء. رجع لها الطير. الطير. عبد الله. لا أشوفك تعيدها مرة ثانية ها؟ دوم قط أغراضي دوم. لا أشوفك عايدها ثاني مرة ها؟ بس حلال. والله العظيم.